نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. أهلا وسهلا بكل من يتابع معي اليوم في هذه السلسلة، الحلقة رقم 42 من نحو التميز للمعلم. هذا الموضوع وهذه القضية الهامة للغاية التي بدأناها من بدايات الحديث عن من المعلم الذي نرجوه، وما هو المعلم وما صفاته، ولماذا غابت هيبة المعلم في الوقت الحالي، ولماذا ضاعت هذه الهيبة، ونحن نبحث عنها اليوم في إطار فلسفة تعليم تكاد تكون غائبة إلى حد ما، نظام ما نسميه بغياب الأهداف المعلنة وإن لم تعرض الكرامة الإنسانية لدى الطالب ولدى المعلم، غياب نظام ما أسميه بالهدف من العقوبات واستخدام العقوبات في غير موضعها، غياب مراعاة الفروق الفردية، عدم اقتناع أولياء الأمور وعدم اقتناع الأبناء بما يعني يتم توظيفه واستخدامه معهم من أساليب تدريس وطرق مختلفة للتقويم، نظام الحفظ الذي نراه بشكل أو بآخر، المعلم نفسه غابت هيبته، وبالتالي لدينا إشكالات كثيرة جدا. هذه الإشكالات ربما يعالجها وجود بعض المهارات والكفاءات والكفايات المهنية، ومنها ما أسميه بمهارات العرض والتقديم. مهارات العرض والتقديم كانت الحلقة السابقة ونحن نعرض لها بشكل مفصل، ولكن اليوم وأنا معكم أستعرض لهذه القضية في الجزء الأخير منها، كيف أعرض وأقدم ما لدي من موضوع من خلال الباوربوينت. هدفنا تنمية مهارات العرض والتقديم لدى حضراتكم ولدى من يتابعوا معنا. عرفنا هذه المهارات وتعاملنا معها، اليوم أريد أن أذهب مباشرة إلى تتمة الموضوع وما نريد أن نقف عنده بشكل أو بآخر. أيوة نعم، هذا هو ما أريده هنا عندما أقول لحضراتكم هذا هو موضوع اليوم، عناصر العرض التقديمي المتكامل. الفريق اللي معانا محسن وعلي ونوال وشيماء وباقي الإخوة الذين يشاركون معنا اليوم، وحاتم وغريب وحسام وسلمى وابراهيم و نيفين ولا معرفش مين مين ما اعرفش اي مكان، الناس بتشير لاسمائها باسماء حركيه. على كل اليوم نعيم ماشي نعيم، عناصر العرض التقديمي المتكامل. ركزوا معايا لانه اي واحد فيكم هيعمل برزنتيشن، اي واحد فيكم هيعمل مواجهه لطلاب لناس متدربين في بيئه العمل وهو يعمل، اذا كان اي صفته اي مكان صفته يعني، وطلب منه أن يعمل عرض تقديمي، لابد من توافر مجموعة من الخصائص الهامة جدا، بعضها يرتبط به هو وبعضها يرتبط بالمادة التي يعرضها. نركزين مع بعض، يلا بينا نبدأ، يلا جاهزين على بركة الله. طيب صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندما أسأل هذا السؤال مع عناصر العرض التقديمي المتكامل، تكون الإجابة دائما وأبدا يا دكتور هل لديك هدف واضح؟ هل لديك هدف واضح؟ هدف سهم يذهب إلى الهدف مباشرة. أهدافك إيه؟ ما أهدافنا؟ أهدافنا في اللقاء في المنظومة هو مهارات العرض والتقديم الخاصة بمن يعرض وبما يعرض وعلى من يعرض وكيف يعرض. تحدثنا عن بعض هذه الأجزاء في الحلقة اللي فاتت ومهمة جدا أن تتابعوها. اليوم
نختم بأهم محور فيها، وهو مع نصر العرض التقليدي الواضح الهدف. لاحظوا كل الحلقات الخاصة بي من الحلقة 1 للحلقة 241 أنني دائما وأبدا أعرض الموضوع، ثم أعرض الأهداف، وحتى إن لم أعرضها فأنا أذكرها على مسامع حضراتكم. موافقين على ده ولا لأ؟ موافقين، لأنه أي عمل منهجي لا بد وأن يكون له هدف. أنا عايز أقول لكم حاجة هنا، عندما يغيب الهدف المعلن للمتعلم حدث ولا حرج عن الفوضى. فوضى المتعلم وفوضى التلقي وفوضى الامتحان والتقويم، لأنك بتمتحنه في إيه؟ قول له فاكر أنت المحاضرة اللي خدناها مش عارف إيه، يقول له محاضرة إيه؟ مش فاكر حاجة. لما يقول له فاكر أهداف المحاضرة الأولانية اللي اتوزعت علينا واللي اتقالت، في ضوء الأهداف دي الامتحان. فلهذا عندما نخطط تخطيط استراتيجي أو تخطيط حتى تنفيذي على المستوى القريب، ها؟ فلا بد من وضوح الأهداف، لا بد من وجود الرؤية، هدف بعيد المدى يحقق على مدى طويل، ودي أهداف بعيدة، إنما إحنا بنتكلم على أهداف العرض التقديمي، أهداف قريبة. ماذا تريد؟ أنت مهندس؟ مدرس؟ عايز تدرس إيه؟ لغة عربية؟ طب إيه موضوع بتاع قصيدة في البلاغة في الحاجة في النحو؟ إيه أهدافك؟ أنت عايزه متعلمه إيه النهاردة؟ بتدرس تاريخ؟ بتدرس لغة؟ بتدرس علوم؟ ما أهدافك؟ ماذا تريد أن يتعلم الطلاب أو التلاميذ أو الأطفال خلال 45 دقيقة وقت الدراسة، وقت الحصة؟ لهذا يقال ضمن المهارات الرئيسة التي يمتلكها المعلم والتي يمتلكها المدرب والتي يمتلكها المدير الناجح، هو أن يصوغ أهدافه بشكل واضح. ولما بسألكم شروط صياغة الهدف، من المتوقع بعد الانتهاء من لقائي بكم النهاردة أن يصبح الحضور 8 ولا 10 ولا 20 ولا اللي هيبقوا ولا 11 قادرين على أن 1 كتبوا يتعرف عناصر العرض التقديمي المتكامل، كتبوا يتعرف عناصر العرض التقديمي المتكامل، صح؟ 2 يميز عناصر العرض التقديمي المتكامل. لا انا بقول مش لازم تكتبوا، لا يعني استوعبوا ما اقول، انا بضحك معاكم. يميز عناصر العرض التقديمي المتكامل، لا انا بقول اكتبوا في الشات، اسبقوني يعني، ماشي استاذ ابراهيم اسبقني. يتعرف عناصر العرض التقديمي المتكامل، ده هدف معرفي. يميز عناصر العرض التقديمي المتكامل، هدف معرفي في مستوى ادراك اعلى، مستوى الفهم. يكتب عناصر العرض التقديمي بشكل جيد. يطبق، هنا بقى بنقول بقى يا نوال، بدل ما نقول كيفيه تقديم نقول ايه؟ يطبق نموذج عرض تقديمي متكامل او به المعايير الصحيحه. حاجه بقى وجدانيه كده جميله، يقدر اهميه تكامل عناصر العرض التقديمي فيما يعرضه، يكون اتجاه ايجابي نحو العروض التقديميه الناجحه. انا عارف ان معايا رجاله جميله ومعايا ناس فتيات رائعات بيسمعوا ومركزين. الكلام اللي انا قلته ده بشكل ارتجالي للعنوان اللي امامي ده، وبالتالي المعلم المتميز عندما اطرح له عنوان له محتوى يستطيع ان يصوغ اهداف واضحه، وفي ضوء الاهداف يشتغل على طرق التدريس المناسبه للاهداف بتاعته. لو قلنا مجموعه اهداف، يتعرف عناصر عرض تقديمي، يميز عناصر عرض تقديمي، ها؟ يقارن بين عرض تقديمي جيد وعرض تقديمي رديء في ضوء المعايير، ده برضه هدف اهو ممكن نعمله ونطبقه، ممكن. وندي نماذج لعروض تقديميه سيئه. شفتوا بقى ازاي؟ وبعدين يطبق، ان انا هطلب منكم كل واحد منكم يعمل برزنتيشن، كل واحد منكم يعمل عرض تقديمي لمده 5 دقائق، 5 6 شرائح كده في ضوء المعايير دي، وده الواجب بتاعكم اللي هتبعتهولي ونشوفه منكم الاسبوع الجاي. ايه رايكم؟
معايا 11، قول في 5 أو 6 من ال 11 هيبادروا ويشتغلوا ده. نقول والله انتوا ناس جميلة قوي وفضوء، ده نعتمدكم كناس رائعة ونعمل لكم شهادة العرض التقديمي المتكامل، نديكوا شهادة في ده. دي أهدافنا. وبعدين في ضوء الأهداف ببدأ أختار بقى وأشوف إيه الوسائط اللي هستخدمها التعليمية، إيه طريقة التدريب أو طريقة التدريس اللي تتناسب مع هذه الأهداف. كيف أقوم هذه الأهداف؟ لما أقول يتعرف عناصر العرض التقديمي ممكن أسأل أقول إيه؟ أكمل ما يأتي من أهم المحاور أو من أهم العناصر اللي تضمنها العرض التقديمي المتكامل، نقط 1 2 3 4 5، يكمل. أي مما يأتي يعتبر عنصر رئيس من عناصر العرض التقديمي المتكامل، وأبدأ أدي اختيار متعدد. أدي له شريحة مليانة كلام وشريحة فيها 20 كلمة، وأقول له أي الشرائح أفضل في العرض التقديمي، يقول لي الشريحة الثانية اللي هي فيها 20 لأنها سهلة الكلمات، سهلة العرض وسهلة الوضوح. أدي له شريحة فيها ألوان سيئة وشريحة فيها ألوان واضحة ودلالات واضحة، وأقول له إن هي فيها أفضل في العرض، يقول لي والله الثانية اللي فيها ألوان واضحة ومبهجة رافدة مثلا، يعني مش ألوان سوداء خالص خالص خالص. لا، العبرة مش باللون هنا في دلالته، ولكن ألوان لها دلالات أخرى عندما نستخدمها في قراءة العقل، ولكن في العرض التقديمي المهم أن يظهر المضمون، وإذا كان المضمون مرتبط باللون يبقى لازم تختار اللون اللي يناسبه إلى آخره. طيب، هدف واضح نسجلهم بقى معانا كده، كل واحد فيكم يسجل. إذا لدينا هدف واضح، وقلنا شروط صياغة الهدف أن وفعل مضارع والمتعلم، ثم ماذا نريد من المتوقع على الانتهاء من المحاضرة؟ أن يتعرف الحضور معي يصبحوا قادرين على أن، واحد يتعرف عناصر العرض التقديمي المتكامل، ده أول هدف. يميز أهم عناصر العرض التقديمي المتكامل، يقارن بين عرض تقديمي سيء وعرض تقديمي جيد. يبدي رأيه في بعض العروض التقديمية، ده هدف آخر إلى آخره. يقدر أهمية العروض، يلتزم أو يحافظ أو يحرص على أن يقدم عروض تقديمية واضحة بضوء المعايير، يبقى دايما عنده حرص تام في هذا الأمر، يبقى فينا نتصل الهدف خلاص خلاص. اثنين، افتتاحية متميزة. وهنا بقى كلام، ده كلام جميل جدا. افتتاحية متميزة، ايه بقى الافتتاحية المتميزة؟ والله حسب الموضوع اللي انت تشتغل عليه، الموضوع اللي انت تشتغل عليه انت بتشرح ايه، يضوء شرحك لهذا الموضوع تبدأ تختار الافتتاح بتاعك كده. اختار بقى، تبدأ بقى بقصة، تبدأ بموقف، تبدأ بخبرة، تبدأ بسؤال يعني يستوجب المشاركة من الحضور. تحكي الموقف بوعي وبفهم للآخرين، والقصص من أجمل النماذج التي يمكن أن يشارك من خلالها الإنسان ويستوعب من خلالها المواقف المختلفة. قصة، مقدمة، افتتاحية متميزة، افتتاحية متميزة، والافتتاحية المتميزة ترتبط بالهدف، مش كده؟ ما عندي هدف، فممكن افتتاحية تبقى فيديو، ممكن افتتاحية تبقى مادة فيلمية، ممكن افتتاحية يبقى موقف، ممكن افتتاحية يبقى سؤال، ممكن افتتاحية تبقى قصة، ممكن افتتاحية يبقى خبرة حياتية، أي مكان، المهم في النهاية تجذب انتباه الحضور، خليهم يركزوا معاك. وانت بتحكي كده تقول لهم عارفين، اقول لكم حكاية جميلة قوي، فاكرين اول من لفت انتباه الناس واهتم بتطبيق هذه الآلية عندما تعامل مع الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وقف على وبيده عصا
ثم خط في الرمل خطا، فقال للصحابه: اتدرون ما هذا؟ اهو باب لفت الانتباه. قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ ثم خط منه خطوط متعرجه خارجه من هذا الخط الرئيسي. عمل الخط كده زي ايه؟ زي قناه كده في الرمل بالعصايه، وبعدين عمل خطوط رفيعه. قال بعد ان تنبهوا ولم يجيبوا، قال: ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم اشار الى الخطوط الفرعيه وقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل اي الطرق، الاهواء الغير مستقيمه، غير طريق الحق. ها؟ الطلبه تركز قوي، تبقى ناس مركزه كده ومبسوطه وفرحانين كده. ما يجي في حدث زي الهجره ويطرح سؤال: لماذا تم اختيار الهجره كحدث او كحدث يؤرخ به للعام الهجري؟ ليه؟ لماذا لم يؤخذ ميلاد النبي كده؟ ولماذا لم تؤخذ وفاة النبي؟ ولماذا أخذت الهجرة؟ لأن الهجرة كانت دلالة للانتقال إلى نهوض الدولة وإلى بداية صناعة الدولة، وتم تأسيس الدولة الإسلامية منها، ولهذا يعتبر حدث إيجابي بكل ما فيه من دروس وعبر، سواء في الهجرة نفسها أو في الدروس المستفادة من هذه الهجرة. ويبدأ يحكي الأستاذ للطلبة، يقول لهم: إلى أي مدى هذه الدروس مفيدة للأمة في النهوض من غفوتها، وفي الخروج من أزمتها، وفي الخروج من ما بها من مشكلات، وفي الخروج مما يكيد بها الأعداء من انقسام وحدة الصف وتداعي الجانب العقائدي، وخروجه عن المشهد، وحالة التملق والرياء والنفاق التي تمتاز البعض. كل هذه أمور تدعو إلى الوحدة، وتدعو إلى الرحمة، وتدعو إلى التسامح، وتدعو إلى العطاء، وتدعو إلى الصلة. كيف أن هذا يذهب إلى أخوه في المدينة المنورة فيعطيه، يتقاسم معه داره، ويتقاسم معه لقمته، وكيف يكون الأنصار نموذجا للعطاء؟ هذه كلها دلالات مهمة جدا يجب أن تؤسس لدرس كبير جدا. كيف كان سلوك أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته مهاجرا؟ كيف كانت الاستعانة بيهودي يعرف مسالك الطرق وفي اتجاه الجنوب ويعرفها جيدا، ثم بعد ذلك يكون خطابه ووجوده معهم، وجود المنقذ لثقة النبي صلى الله عليه وسلم به، لمعرفته بالطرق والحكمة ضالة المؤمن والمسلم أن وجدها عمل بها. هذا درس. كيف اختار الرفيق قبل أن يختار الطريق؟ اختار هذا الصديق ليصحبه، كان نعم الصديق. ها؟ نماذج افتتاحيات مميزة، وأنت تعرض لقضية مختلفة. يلدغ من الثعبان النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذه، واضع رأسه على فخذ أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم فلم يرد أن يوقظه، ويتألم من 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 عضة الثعبان، فتسيل دموعه على خد النبي، دموع أبو بكر تنزل من خده سخنة كده فتيجي على وجه النبي وهو نائم، فيقوم فيمسح عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعامل معها ويدعو له بالشفاء. شوف الصبر. وما بالك اثنين الله ثالثهما، والله ان نظروا تحت اقدامهم لراونا يا رسول الله، فما بالك باثنان الله ثالثهما؟ النصره والايمان والعقيده والى اخره. دروس كثيره جدا، من اول الاستعداد الى الرحيل، ثم البقاء في الغار، ثم بعد ذلك الوصول بعد رحله طويله وتغيير اتجاه الرحله، كلها افتتاحيات مميزه ومتميزه. لو انني اعرض لحضراتكم الدروس التربويه المستفاده من الهجره، مش كده ولا ايه؟ مركزين معايا؟ فاهمين؟ ومن هنا كانت الهجره، ولا هجره بعد الفتح، ولكن جهاد ونيه.
مفيش هجرة بعد الفتح، واحد يقول أنا مهاجر، مهاجر فين؟ جهاد ونية. الهجرة خلاص تمت كانت موجودة. على كل حال، التحيات المتميزة كثيرة جدا. عندما تتحدث عن الصدق فقيمة يمكن أن تأتي بقصص حول الصدق، عندما تتحدث عن العطاء تأتي بقصص حول العطاء، ولديكم في دروس وعبر تربوية من الحكم والأمثال ستجد قصص كثيرة جدا موجودة، ويستطيع المعلم أن يستفيد منها. المهم أن تكون دائما افتتاحيتنا متميزة. قد تكون الافتتاحية بأنشودة، وقد تكون بقصة، وهذا ما يعيب العروض التقديمية في المدارس لدى المعلمين. إحنا عندنا إشكالية كبيرة أوي يا جماعة، وهي عدم قدرة المعلمين على جذب انتباه الطلاب، عدم امتلاك مهارات الخطاب الواعي. عند هتلاقي فيه رتابة، والعيال نايمة وبتتوج وقرفانة وزعلانين ومتضايقين. لماذا؟ لأنه لا توجد حياة، ولا توجد مشاركات، ولا توجد فروق فردية تراعى، ولا يوجد اهتمام بمهارات الأولاد، ولا يوجد مشاركة أصلا. الأمر الثالث المهم بعد الهدف، قلنا مقدمة، خلاص اتفقنا، العدد كبير طبعا، قلنا مقدمة وافتتاحية، ثم متن تسهل متابعته. المقصود به هنا المحتوى، منظم بسيط كده جميل سهل. عناصر، كان زمان بتقسم السبورة ثلاث أقسام، عنصر خاص بالمحتوى، وعنصر خاص بالتفاصيل وبعض المفاهيم الواردة، وعنصر خاص بملاحظات الأبناء. زمان زمان يا شيخ، عند الناس اللي كانت فاهمة وعارفة هي بتعمل ايه. بعض المدارس كان زمان بتعمل أنشطة تربوية زي اليوم المفتوح، ويطلبوا من الولاد المشاركة، يجيبوا بعض الأكلات ويشاركوهم فيها، والعيال تجيب أكل ومحدش يبقى زعلان، واللي معاه يحط، اللي جايب طعمية، واللي جايب فول، واللي جايب بطاطس، واللي جايب جبنة، وكل اللي عنده حاجة جايبها، وذكرياتهم يحكوها. الطلبة تحب المعلمين وترتبط بيهم، والمعلمين يحنوا على الطلاب، بيئة مدرسية محبة. هكذا كان النظام، وإدارة واعية وحاسمة، ولا تقبل أبدا التملق ولا الرياء. مش كده ولا إيه؟ على كل حال، يعني أمور كثيرة جدا ترتبط بالمعلم الجيد والمتميز الواعي المهذب الذي لديه ثبات ولطيف مع طلابه، ولديه وعي في ردود أفعاله، ويستخدم أساليب واعية لجذب الانتباه، ومرن في تفكيره، ولديه عبارات واعية تلفت انتباه الحضور، ويرفع معنويات طلابه مش يحبطهم، ويجعل بداية الدرس بتاعته رائعة. هو كده يستخدم بطاقات توضيحية كبيرة، يطلب من الأولاد يكتبوا فيها، ازاي يدي واجبات ويجمعها، ازاي يوزع الدفاتر على الأولاد، ازاي يعمل جمل بسيطة وسهلة تلفت انتباههم، ازاي يخلي الطلبة تشارك على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، ازاي يغير النشاط، ازاي يعمل استراحة رائعة لطلابه يخليهم يخرجوا من الملل والسأم بتاع الدرس، وبعدين الى الاحترام والتقدير فيما بينهم، والتعزيز المعنوي، ويفرغ الطاقة بتاعتهم. اذا لاحظ ان طالب اتنقل من مكانه وممكن نقله يسبب مشكلات له، يعمل ايه؟ واذا لقى طالب محتاج انه يتنقل من مكانه، يعمل ايه عشان يقنع الاخر انه يسيب مكانه؟ وازاي يذكر طلابه دائما بالسلوك الجيد، ويخلوهم يحسوا ان هو واقف في صفهم. في مدرسين بتعمل جدول متابعه للسلوك، وفي مدرسين بتعمل ملفات انجاز، وفي مدرسين بيديروا النقاش، وفي مدرسين بيذكروا دائما مين يرفع ايده، وامتى ترفع الايادي، وامتى نحط تعليمات، وامتى نوجه الاسئله،
وازاي نتعامل مع الاجابات الخطا باسلوب مبشر وليس منفر، ما تهزقش الطالب اللي بيجاوب غلط وتتريق عليه قدام زمايله والا مش هيشتغل معاك تاني. ها؟ ازاي نستفيد من الافكار اللي بتتم تداولها جوه الفصل؟ ازاي نمنع المشاجرات ما بين الاولاد داخل الصف؟ وبعدين اعمل ايه اذا كان الموضوع صعب الفهم عليهم؟ ازاي ادير الاختبارات؟ وازاي الولاد يكتبوا الواجب بشكل جيد؟ وازاي اتحكم في نهايه الدرس كما تحكمت في تقديمته؟ كل هذه امور مهمه جدا تستوجب الوعي والدراسه. موافقين على الكلام ده ولا لا؟ على كل، نرجع تاني الى متن تسهل متابعته، محتوى واضح محدد يرتبط بالفكره والهدف. مش كده؟ طيب، نمره 4 سرد الامثله والقصص. وانا مش هاجي هنا يعني احكي تاني، لان احنا قلنا شويه امثله وقلنا شويه قصص مهمه في الغالب. هذا الذي إذا أراد أن يقزل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ها؟ عندما وقع الإناء من يد هذه الجارية وسقط على الأرض. ها؟ الكاظمين الغيظ ثم رد والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اذهبي فأنت حرة طليقة لوجه الله. مثل مهم كده ولا إيه؟ مثل اخر، حكايه ثانيه انا كنت بحكيها لكم دايما، بنت القصه الصينيه، هذه الفتاه التي تزوجت في زيت في منزل شاب مهذب طيب، ثم رحلت الى المنزل فقالوا والله ان ام هذا الرجل شريره قاسيه تعامل هذه النساء ابنائها بعنف. فالبنت استقر في ذهنها ده، فبدات الايام الاولانيه كده، وبعدين بدات حياتها عكننة وتعب، وبدأت تعامل حماتها بعنف نتيجة ما سمعته عنها، وبقت المعاملة بالمثل. فضج الرجل وترك البيت ولم يكن يعود إليه، إلى أن ملت الزوجة فذهبت إلى قريب لها، قالت له أريد أن أتخلص من هذه الحماة، حكي عن أي دواء ولا أي حاجة أحطه لها سم أخلص منها. وكان عطارا فسمع لها ثم قال لها نفذي ما اقول، خذي الأقطار دي تحط لها في الاكل الصبح والظهر والعشاء كم نقطه كده، بس بشرط روحي تقدمي لها الافطار وتقعدي ما بين ايديها وتقبلي يدها وراسها، تجلسي معها حتى تنتهي من الطعام وتاخذيه ثم تعودي الى حجرتك، وتاتي في الظهيره فتصنعي لها الغداء وتفعلي ما فعلتيه في الصبح ثم في العشاء. استمرت على هذا اسبوع او شهر، فاذا بالحماه تتغير تغير 180 درجه، فتعاملها بحب وتخرج الى الشارع وتحدث الناس انها فتاه طيبه جميله مخلصه واعيه ضاره بي، فبدات العلاقات تعود كما كانت. ثم ذهبت البنت وهي حزينه الى قريبها تقول له من فضلك اوقف السم، وقف السم. فضحك الرجل وقال لها ما اعطيتك سم، انما اعطيتك ماء، انا اديتك ماء، انما السم كان ها هنا، واشار الى عقله والى الى ما الى الراس الى راسها والى قلبها، وقال لها السم كان لديك انت عندما كونت انطباع سيء عن هذه المراه، فعندما خرج هذا السم من قلبك ومن عقلك ومن فكرك وتعاملت معها بهذا الحب كان الحب الجزاء الاحسان الا الاحسان. هذه امثله قصص تعبر عن الصدق، عن التسامح، عن الرحمة، عن الود، عن الحب، عندما يرويها المعلم، عندما يقوم بها من يحاضر أيضا تعطي انطباعات جميلة لدى من يقوم. الأمثلة والقصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، كده ولا إيه؟ لقد كانت في قصصهم عبرة، القصة شيء جميل ورائع ومهم ومفيد. طيب، أيضا نمرة 5 إعداد خاتمة رائعة، كيف نختم؟ مسألة مهمة جدا، إزاي تختم؟ الخاتمة أحيانا قد تكون من أفواه الطلاب والحضور هم اللي يختموا، وممكن من فم المعلم، وممكن تكون تلخيص لما ورد ذكره من مفردات، والخاتمة قد تكون بمثل أو بحكمة، وممكن أن تكون بفكرة تقال تلخص ما قيل. إذا في النهاية أيضا مطلوب مننا ونحن نعد العرض
أن تكون هناك خاتمة رائعة تلخص ما قلناه باختصار شديد جدا. الكلام ده واضح ولا لا؟ ودي نمرة 5. طيب، استخدام الفواصل ونقاط التحول أمر مهم، عندما تنتقل من فكرة إلى أخرى أمر مهم، والتصحيح اللغوي أي أيضا أمر مهم، عندما تكتب في الشرائح عبارات معينة تريد أن تحقق بها الهدف الذي أشرت إليه في مقدمة الحلقة أو البرنامج. معايا مركزين ولا لا؟ مركزين؟ استخدام الفواصل ونقاط التحول. طيب، المحاضرة النهاردة يعني دمها خفيف، مش تقيلة، وبسيطة جدا، وكلماتها مختصرة، وتعليقاتي كلها تعليقات على الكلمات. استخدام جمل قصيرة وكلمات سهلة قدر الإمكان 20 كلمة أو أقل، ودي أحيانا بيشوف شرائح فيها صفحة، وده من معيقات التركيز في العروض التقديمية، مش كده؟ فمهم ان عدد الكلمات قليل والفونتات تكون واضحه وكبيره، لان العبره بالعرض هو وضوح الرساله لمن يتابع هذه الرساله. ولهذا لو عدينا الكلمات بيقولوا من 20 كلمه او اقل من 20، زي ما انتم شايفين الشرائح اللي امامكم دي الان كده. طيب، ايضا من سمات العرض الجيد عندما يعرض من يعرض ان يكون ذيه لائق. الذي اللائق لا يقصد به المبالغه في سعره، ولكن يكون ذي منظم، شكله مقبول، نظيف، هو كده. زمان في ازياء المعلمين والخوذة الذي كان ياتي الى المدرسه، كان يرتدي الطربوش، وكان يرتدي البدله والكرافطه، وكان له ذي وجزمته متلمعه ونظيف كده ورشيق، حتى انهم كانوا يعرفون من هيئته إذا سار في الشارع وإذا مر يسلموا عليه. ليس نموذج نجيب الريحاني الذي يأتي بالفانيلا المقطعة والشراب المقطع والجزمة اللي طبعه خارج منها، أو فؤاد المهندس أو كده، كما هزأوا كثيرا بالمعلمين في فترة ما من الفترات نتيجة ما أصابهم من بؤس على حساب المهن الأخرى. ولكن مهم أن يكون هناك ما يقال بذي موحد في بعض المدارس الدولية وبعض المدارس الأجنبية، تلزم المعلمين بذي موحد، يلبسوا بدلة معينة ويلبسوا كده، فده مهم، الذي اللائق مهم. إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع. هذه أمور مهمة يجب أن تكون واضحة ويجب أن يعاد النظر إليها. نمرة 9، أكيد أنتم مركزين، لغة الإشارة ولغة التواصل بالعين مهم، البادي لانجوج، عينك في عين المتعلمين وانتقل فيما بينهم وتحرك، وعليك أن تنظر إلى عيونهم وتتواصل معهم لتعرف فيما يفكر، وهل هم معك في حال التواصل أم لا. وإحنا قلنا قبل كده أكثر من 70% أو ربما أكثر أو أقل بالقليل يرتبط بهذا التواصل الجسدي بالعين، مهم جدا. تغيير طبقات الصوت أيضا مهم في أثناء العرض وأثناء الكلام، ده احنا قلناه في المحاضرة اللي فاتت، نوال في الصوت وأثناء العرض. فالتواصل المستمر بالعين أمر مهم ويحقق أهداف واضحة جدا نريد أن تكون موجودة في واقعنا. أيضا وجه طلق وأسارير منفرجة، يعني ما تبقاش كئيب، ما تبقاش مكتئب، ما تبقاش مظلم، يعني لازم تبتسم، فالابتسامة تصنع المستحيل داخل الصف مع الطلاب ومع الجمهور. هذه مسألة مهمة وسمت أساسي يدرب عليه الناس في مواجهة الجمهور و يتعلموا كيف يتعاملوا مع الآخرين. إذا أنتم ملاحظين أمور خاصة بمن يحاضر وأمور خاصة بما يطرح على الناس من طريقة الطرح وطريقة العرض وشكل الخط إلى آخره، من مقومات دون أن أشعر بالموضوع، دون أن أحس بالموضوع، دون أن أتقمص الموضوع. ممثل المبدع الجيد الرائع الجميل هو الذي يعيش الدور، مش كده ولا إيه؟ هو اللي بيحس بالموضوع بتاعه.
ويدخل في مود الموضوع، فيشعرك بالبكاء حينما يستوجب الأمر البكاء، ويشعرك بالسعادة حينما يستوجب الأمر السعادة، ويخليك متفاعل وعايش ويتقمص الشخصية. إحساس بالموضوع مهم جدا، ما مش داخل تقضي واجب يعني. كتير مدرسين دورهم إن هم يقضوا واجب، فتلاقيه ممل ورتيب والعيال بتزهق منه، يقول لك إيه بلا قرف، ده كرهنا، ده إحنا بال 45 دقيقة بنقضيها معاه كأنها 45 سنة، مش كده؟ وفي ناس بتبقى بتعدي ساعة واثنين وثلاثة وأنت معاهم وكأنها دقيقة، مش كده؟ طيب، الإحساس بالموضوع أمر مهم. ثم لا وأجوبة نطرح ونسأل و يعني نتفاعل في هذا الأمر. وأنا أظن إنه الآن أتت فترة الأسئلة والأجوبة حول هذه القضية، حول هذا الموضوع. 12 عنصر عنوانهم عناصر العرض التقديمي المتكامل، يحتاج إلى توضيح، جزء من التوضيح. أنت شارك محسن ونوال وبيتر ولا مين ولا الفريق اللي موجود معايا ده وشيماء وكل الناس اللي معايا يشاركوا، إنه كل واحد يعمل عرض تقديمي ويعرضه ويتكلم فيبان هنا هل الناس استفادت وطبقت ولا لا. مشكلتنا هي مشكلة التطبيق، كل واحد يختار شريحتين ثلاثة أربعة يكون لهم أهداف واضحة ومحتوى واضح، ثم يبدأ يعرض ويعمل لنا افتتاحية ويستخدم القصص والأمثلة والنماذج، يعمل افتتاحية جميلة وبعدين يستمر في الموضوع وبعدين يعمل خاتمة، وأثناء الخاتمة وقبل الأسئلة والأجوبة يكون واضح. لا أنا لا أحدد موضوعات بعينها، ولكن أنتم تختاروا قضايا وموضوعات في مجال تخصصكم، في مجال القضايا في التنمية البشرية المثارة وما أكثر هذه القضايا، ما يتصل بالثقة بالنفس، ما يتصل بالسمات القائد الجيد والمتميز، ما يتصل بقضايا قضايا كثيرة، قضايا التلوث، تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث الصوت، الضوضاء، التلوث الأخلاقي، قضايا كثيرة ممكن تطرح كل واحد حسب اهتمامه. أصلا الفريق اللي معايا لو أنا عارف إنه تخصص كذا هطلب منكم طالما ان ده تخصصكم، انما انا معايا ناس شخصيات متنوعه، فيها ناس مدرسين، فيهم ناس لا يعملوا بالتدريس، في مدرس علوم، في مدرس انجليزي، في مدرس دراسات او تاريخ، في موضوع نختار العنوان. ليست القضيه موضوع تغيير طبقات الصوت ولا طبقات الصوت ايه، ولكن الموضوع ان يكون لك هدف واضح وعنوان ثم تشرحه لنا بطريقه ما ونستمع اليه ونقيم ادائك وتطرحه لينا، يعني انت لا تعرضه، انت لا تعرضه زي ما انا بعرض الان، وانت تبقى الاستاذ وانا دوري ان انا اسمع ثم اقيم انا والفريق مدى ادائك. شرح لنقطه تغيير طبقات الصوت، والله كما تحب كما تحب، اختر وتوكل على الله وجهز نفسك، وقبل اللقاء بيوم ابعت لنا المادة بحيث ان احنا نرفعها ونقول والله في ثلاثة هيشاركوا معانا النهارده هنسمعهم. يبقى عندك النت كويس شغال، جهز الميكروفون بتاعك ونعطيك الميكروفون تبدأ تشرح، واحنا نعرض ما تقوم به وتعرضه، يعني هو يبقى قدامك انت بتشرح وبنسمع لك وبنقيمك في ضوء ال 12 نقطة دول، ممكن نزود ممكن نقلل إلى آخره. خلاص؟ اتفقنا؟ طيب، ما الذي استفدناه اليوم؟ استفدت إيه النهاردة؟ استفدت إيه النهاردة؟ قد تصير حصة مدرسة المدرسة ماشي، هي مش الحصة، العرض التقديمي، قد تصير عرض تقديمي برزنتيشن يعني، عرض تقديمي طبعا فيها تصير في الحصة أكيد يعني. صفات المعلم الناجح التي منها أن يكون ملم بها، تعرفنا على عناصر العرض التقديمي، شكرا يا نواف، جميل، واضحة؟
ولا صعبة؟ واضحة؟ لو في أي حد بيسمع الملف ده يتحير كده ويبقى ولا واضح؟ سهل وبسيط غير معقد. نعم، المهم أن نطبقه. طيب في أي سؤال؟ أي سؤال من حضراتكم؟ أي حد عايز يسأل؟ أي سؤال؟ نعم، اسأل يا أستاذ علي. اتفضل. توضيح لموضوع إيه؟ أنت عايز توضيح لموضوع طبقات الصوت؟ أنا أوضح لك يعني إيه طبقات الصوت؟ طبقات الصوت هي النغمة التي تصدر من الأستاذ عندما يشعر بالموضوع، وبالتالي أنا متى أرفع صوتي، متى أخفض صوتي، متى أتعامل حسب الموقف. زي تتدرب عليها حتى نصوص واقعد اقرا وتابع وتعامل مع النص حسب جذب الانتباه الآخرين. في واحد يقعد يصرخ على الفاضي والأمر لا يستوجب الصراخ، وفي واحد يعلي صوته وقت ما يستوجب انه يعلي صوته، لان الموقف يتطلب ده. هي تحتاج الى تدريب حسب الماده التي تعرضها وحسب طبيعه الجمهور. يعني ما يبقاش قدامي ثلاثه اربعه وانا برفع صوتي وعمال اصرخ فيهم، يعني ليه؟ ها؟ ترتبط بالبيئه وترتبط بالافراد اللي بيتكلموا، بيتكلم ناس عاقله ورصينه كده وهادية وفاهمين خلاص. وأحيانا الموضوع يبقى هادي ويحتاج إلى أنه يبقى هادي وساكن، يبقى لازم صوتك يبقى هادي وساكن. ها؟ يعني أنا صوتي معاك النهاردة، أنت مركز معايا ولا أنا بقى أبالغ في طرح المادة، أو بصرخ أو بعلي صوتي فيما لا يجب أن أنا أرفعه؟ اتفضل أستاذ إبراهيم. الله يكرمك ويبارك فيك، هذا من ذوقك وأدبك. تفضل، أنا سامع لك. أستمع إليك، أين سؤالك؟ أولا الوصول إلى الهدف يتعلق أولا بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم الإصرار، ثم الأخذ بالأسباب وكتابة الهدف بشكل جيد، ثم بعد ذلك إذا كان هدف طويل المدى قسمه إلى أقسام وأخذ واتخذ بالأسباب المتعلقة بالنية المسبقة وبالإخلاص لأن يصل إليها، ثم بعد ذلك يأخذ بهذه الأسباب إن شاء الله يصل إلى هدفه. وإن لم يصل فيكفيه المحاولة ويكفيه الإصرار، طالما أن نيته ابتداء كانت نية خير. والأهداف تختلف حسب أهداف الحياة وأهداف حياتية وأهداف مستقبلية وأهداف ترتبط ببيئة العمل وإلى آخره. العقارات، لقد خلقنا الإنسان في كبد، بمشقة وتعب وعناء، ودون العقارات لم تشعر بمتعة تخطي العثرة للوصول إليها. لو كل حاجة سهلة كده وموجودة ولا تفرح. ها؟ أيوه، والوصول له يحتاج لتحدي تلك ولهذا نتحدث عن الفجوة وصعوبة الوصول، ونتحدث عن المشكلات التي تحول بينك وبين الوصول إلى الهدف، ولهذا يحتاج إلى حل المشكلة، مهارة الحل. نعم، أي سؤال آخر؟ أي سؤال؟ بارك الله فيكم ونفع بكم وجزيتم خيرا. كما بدأنا أيها الأحبة الكرام، عناصر العرض التقديمي المتكامل، كان الختام بتساؤلاتكم واستفساراتكم عن
كيف نصل إلى الأهداف التي بدأناها. ولا أملك إلا أن أشكركم وأشكر الحضور على صبرهم، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة قيلت اليوم في ميزان حسناتكم نصحح بها هذه النية ابتداء، وننهي هذه الحلقة الهامة رقم 42 بشكر موصول لفريق الأكاديمية الرائع الجميل الذي دائما أسعد به دوما وأبدا، وأذكرهم دائما بكل خير أيها الأحبة الكرام. وأنتم أبطال المشهد كما يقال، دائما أنا بكم أكون وبدونكم لا نكون. جميعا شاكرا لكم حسن الإنصاف ابتداء، ثم حسن التفاعل أثناء اللقاء، وحسن الختام شاكرين لكم دوما على خير. نلتقي نحو قضية من قضايا التميز للمعلم واستراتيجيات تدريس جديدة نراجع من خلالها ما نحن فيه، ونبحث عما هو جديد في مجال التنمية البشرية للمعلمين وللمدربين وللإداريين وللمديرين ولغيرهم. في أمان الله، استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. كل عام أنتم بخير، مقدما لمناسبة عاشوراء الذي سيحل الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.